أريد أن أطلع منكم بداية على هذين الأسيرين المحررين، هل كانا مع حماس؟ Thank you, Mr. Barak, for allowing me to شكرا speak سيد طاهر بارك لإعطائي هذه الفرصة والتحدث إليكم. بالنسبة للرهينتين لويس وفرناندو اللذان تم إنقاذهما ليلة الأمس، قد تم نقلهما لإجراء اختبارات في المستشفى وهم في حالة أظهر بها تعب شديد نظرا لأن أحدهما في الستين والثاني في السبعين، والآن نستطيع أن نهتم بهم وأن نطمئن أسرهم الذين كانوا يشعرون بالقلق على حياتهم. لكن حتى اللحظة لا يوجد لدينا أكثر من 134 امرأة وطفل ورجال مسنين محتجزين في غزة في ظروف غير إنسانية تحت الأرض. أننا نشعر بالقلق ونقوم بجمع المعلومات الاستخبارية على مدار الساعة من أجل أن نكون جاهزين لخلق حالة يمكن من خلالها إنقاذهم. لقد قمنا بخلق الظروف بعد فترة طويلة لإطلاق سراح هاتين الرهينتين. نعم، سؤالي لك كان هل كان مع حماس؟ They were held by Hamas, definitely. نعم، كانوا محتجزين بكل تأكيد مع حماس. كان محتجزان في شقة في منتصف رفح في منطقة مكتظة بالسكان المدنيين، وكان ولديهم مجموعة من الحراس، وهؤلاء الحراس تابعون لحماس في داخل الشقة وكذلك في الجزء الخارجي المحاذي للشقة. عندما وصلنا إلى الباب واستطعنا أن ندخل عنوة وقمنا بالقفز على هؤلاء الرهينتين لتغطيتهم، كان هناك عمليات إطلاق النار وكان هناك قوات خاصة التي قامت بقتل الإرهابيين، لكن كان في نفس الوقت إطلاق نار في كافة الأبنية المجاورة وفي الشقة المجاورة التي كانت تحتوي على بعض عناصر من حماس. تقوم أيضا بالاطلاع إذا ما كانت القوات الإسرائيلية سوف تقوم بالإنقاذ، لكن قواتنا الخاصة قد نجحت بفضل التقنية وبفضل المعلومات الاستخباراتية. كذلك تلك العمليات تعد صعبة بنوعها ولتنفيذها، ونعلم بأنه علينا أن ننتظر الظروف المآتية لتنفيذها، وهذا ما فعلناه في هذه العملية لأن هذه العمليات لا تنجح في كل المرات، لكننا سوف نفعل كل ما هو بوسعنا من أجل العمل على إطلاق وتحرير الرهائن. أرجو الاختصار في الإجابات لأني لا أستطيع لأسباب تقنية المقاطعة بسبب وجود الترجمة، وأنا يعني أعتقد بأنه الأسئلة مباشرة جدا كي تضمن إجابات مباشرة جدا. إذن أنت تنفي كل المعلومات التي تم تداولها بأنه يعني بأن هذين الأسيرين لم يكونا مع حماس، إنما ربما مع فصيل آخر أو مع عائلات وليس مع فصائل، وأنه تم التفاوض مع هذه العائلات من أجل إطلاق سراحهما. كلا، هذه أكاذيب، هذه حقائق زائفة. كانوا محتجزين من قبل مجموعات من حماس، مجموعة مسلحة. كان هناك حوالي ثلاثة حراس في داخل هذه الشقة، وحراس أيضا الذين كانوا اتخذوا من المباني المجاورة مكانا لهم. إنهم أعضاء من حماس الذين قام باحتجاز هاتين الرهينتين. يتم احتجاز الرهائن بطرق مختلفة في غزة، في مناطق أو في الأنفاق أو تحت الأرض أو في أماكن أخرى في ظروف سيئة. بعض هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى رعاية طبية، وهؤلاء هم الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وبكل تأكيد بعض منهم من النساء صغار سن، ونعلم المخاوف بأن هناك
بعض من خلال النساء اللواتي عدنا إلى غزة. كنا نشعر بالقلق على صحة وسلامة كافة الرهائن الموجودين في غزة، لذلك نفعل كل ما هو بوسعنا بما في ذلك تنفيذ تلك العمليات التي تتسبب بخطر على الرهائن. لكن في هذه الحالة قد نجحنا واستطعنا إعادة لويس وفرناندو بصورة آمنة إلى أسرهما، وسوف نعمل على مدار الساعة في البحث عن الرهائن وأطلاق سراحهم، في حين أن نعمل في نفس الوقت على تفكيك حماس، ذلك التنظيم الإرهابي الذي شن أعمال 7 أكتوبر، الذي دخل ويختبئ بين المدنيين من غزة الأبرياء ويضعون هؤلاء الرهائن في تلك الأماكن وفي مقراتهم وبين أسر بريئة، ويقومون أيضا ببناء الأنفاق تحت المباني ويختفون في المستشفيات. ما هذا التنظيم الذي يقوم بتصدير الإرهاب إلى المستشفيات ويقوم بجلب هؤلاء الرهائن؟ ما هذا التنظيم؟ طيب أنا طلبت منك بشكل واضح أن تكون الإجابات قصيرة، وأنت لا تلتزم بذلك. أنا مضطر للمقاطعة للأسف رغم الصعوبات التقنية بالترجمة، الله يعين المترجم. لكن أنا سؤالي بالنسبة إليك سنعود إلى بعض هذه النقاط التي تحدثت عنها. هل هناك بشكل واضح وصريح ومختصر، هل تعرفون إذا ما كان هناك أسرى لا يزالون مع عائلات، وكم أعداد هؤلاء مع الفصائل ممن تبقوا حتى الآن وليسوا مع حماس؟ هناك 134 محتجزا كلهم في قبضة حماس، لعل قلة قليلة منهم قد يكونوا موجودين مع حركة الجهاد الإسلامي، لكن السواد الأعظم من هؤلاء الرهائن موجودين مع حماس. هؤلاء الرهائن كلهم كانوا خاضعين لقبضة حماس، وهذه صنيعة حماس. أنا كنت قد توجهت بصورة شخصية إلى تلك القنوات، قاموا بإقامة زنزانات حتى داخل الأنفاق بحيث يتعذروا على هؤلاء المحتجزين التوجه. تلقيت جوابي. هل تلقيتم من المستوى السياسي أي معلومات عما يتعلق بالمحادثات في القاهرة؟ هناك معلومات تتحدث عن صعوبات، ومعلومات تتحدث أو تصريحات عن أنها تسير في الاتجاه الصحيح. The ball is in the hands. الكرة في ملعب حماس، فهي التي تحتجز الرهائن، ونحن لسنا لن نعمل على الانتظار، وسوف نستمر في تفكيك حماس ولن نتوقف. إذا ما كانت حماس ترغب من التوقف، عليها أن تضع هذه الكرة في مكانها الصحيح وأن تقوم. ولكنها في 6 فبراير ردت عليكم وأنتم رفضتم العرض، أليس كذلك؟ حماس ترغب منا أن نقوم بالتوقف عن تفكيكها وتدميرها، تود منا أن نوقف الحرب. أنا لن أتحدث عن المفاوضات الآن، لكن نحن نرغب بإطلاق سراح رهائن، ونثق أن هذه المفاوضات في مصر من خلال ثقتنا بمصر العميقة، ونأمل أن هذه المفاوضات قد تؤدي إلى طريق ما، لأننا نحترم مصر ونحترم الولايات المتحدة، ولذلك قد شرعنا بها. لكننا ننتظر، ونحن عندما ننتظر لا نقف، نستمر في القتال، نستمر في تفكيك حماس. ولكنكم تقولون أنكم تحترمونهم ولا تسمعون إلى كل ما يقولونه. بايدن قال بأنه الرد تجاوز الحد، مصر تطالبكم بكل ما تطالب به يوميا منذ اليوم الأول لهذه الحرب، لوقفها، لوقف قتل المدنيين. وصلنا إلى 30,000 قتيل، إلى أكثر من 60,000 جريح، هذا بالأرقام المعلنة، إضافة وجلهم من النساء والأطفال. أنت تتحدث عن من أسميتهم بالرهائن الأطفال، أنت تتحدث عن كل الرهائن الموجودين، عما قامت به حماس في 7 أكتوبر، لم تذكر شيئا عن كل هؤلاء المعذبين الآن في هذه الحرب، لم تذكر الآلاف الأسرى، 5,000 قبل الحرب وتمت مضاعفة العدد بعد الحرب في سجونكم ومعتقلاتكم.
أنا أرفض هذه المعادلة بأن تتم مقارنتنا مع هؤلاء الإرهابيين. لكنني أود أن يطرح نفس السؤال في مصر، عندما تقومون في العالم العربي بالقبض على إرهابي ويقول أحدهم بأنني حصلت على رهينة، هذه الرهينة هي عبارة عن طفل رضيع، هذا تصرف يختلف عن زج إرهابي في السجن. هؤلاء الإرهابيون في السجن يقومون بقتل الإسرائيليين، لا أعتقد بأننا قمنا بأي أمر مخالف. إنهم يقومون باختطاف الرضع، الأطفال الرضع، الشابات، ويقومون باختطاف كل هؤلاء الأشخاص الطاعنين في السجن. مفهوم. إذا أنا سؤالي لك الآن، بما أنك تتحدث عن الأطفال الإسرائيليين، كيف ترد على مناجات ومعاناة الطفلة هند التي قتلت رغم كل المناشدات، رغم الحصار الذي حوصرته، وهي كانت من المفترض أن تكون بأمان مع أهلها، ولكن هذا لم يحصل. أنت ترفض هذه المعادلة، ولكنها للأسف قمتم بجعلها إلى حد بعيد مضاعف أضعافا كثيرة عما حصل. حتى بايدن قال إن الرد جاوز الحد. معادلة القتل، معادلة القتلة، وأرفض هذه المعادلة أن نتحدث عن قتلة وما يقومون به، ولذلك يتم زجهم في السجن. لكنني أود أن أتحدث عن مأساة، عن هذه المأساة الإنسانية. كل روح يتم فقدانها هذه مأساة. لكن من الذي بدأ بهذه الحرب؟ كنا نياما في غرفنا، لكن القتلة الشريرين داعش الحمساويين هم الذين جاءوا إلى منازلنا وقاموا بالقتل واغتصاب وتدمير وقتل أطفالنا، وحصلوا على أكثر من 250 رهينة واستقوهم إلى غزة. ولكن لا ننسى أيضا أن إسرائيل الآن ينظر في أمرها بموضوع الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية. هل أيضا محكمة العدل الدولية إرهابية عندما تنظر بمثل هذه الأفعال؟ ثم بغض النظر عما قامت به حماس، هل هذا يبرر قيامكم بما يصفه بايدن الآن بأنه جاوز الحد؟ هل تتهمون بايدن أيضا بدعم الإرهاب؟ أعتقد أن الرئيس بايدن هو صديق مقرب من إسرائيل وكذلك مصر، وأعتقد أن الأسرة الدولية تقيم على أفعالها، ونحن نعمل وفقا للقانون الإنساني الدولي ونحارب حربا منصفة. وكما ذكرت، كل شخص تزهق حياته هي مأساة، وسوف نفعل كل ما بوسعنا ونحارب حماس من أجل إرجاع الرهائن. لكن حماسية التي تقوم بإشراك هؤلاء السكان المدنيين، ولا يسمحون لهؤلاء السكان المدنيين أن يغادروا منازلهم، يقومون باستخدامهم ذرائع بشرية من أجل تشريع. يمكن لقيادي حماس أن يردوا على هذا الكلام في مقابلاتنا اللاحقة معهم، ولكن يرد على ذلك، ولكن أنتم تفاوضونهم الآن بعد دخولنا الشهر الخامس من الحرب، تقولون سنسحقهم، وأنتم ها أنتم تجلسون مع الوسطاء الآن لكي تجدوا مخرجا. We are everything we can. سوف نفعل كل ما بوسعنا من أجل تهيئة الظروف المناسبة لإعادة الرهائن إلى موطنهم، سوف نفعل كل ذلك ولن نألو جهدا. لكن كبيرة المشكلة تكمن، لابد لنا أن نقوم بهزيمة حماس، وإلا سوف نواجه أحداث السابع من أكتوبر جديدة. مفهوم. ولكن ماذا عن المدنيين إذا ما حصل اقتحام لرفح؟ ماذا عن المدنيين؟ ما هي خطتكم الآن لنقل المدنيين؟ انظر إلى بوري ماذا يقول، إلى أين سيتم الإجلاء؟ يقولها بانتقاد واضح لكم، إلى القمر. كيف ترد على جوزيف بوري؟ I'm saying like that. دعني أقولها على النحو التالي. We are planning
إننا نرسم خططا لتفكيك حماس في كل مكان لها وجود فيه في غزة، في كل مكان تمتلك فيه هيكلية عسكرية. لدينا تخطيط متقدم، وسوف نقوم بتفويض هذه الخطط مع الكابينت الإسرائيلية، لكن هناك شروط كما هو الحال في تصرفاتنا التي أقدمنا عليها في أماكن أخرى. لابد لنا أن نضمن انتقال السكان إلى أماكن آمنة، وأن يكون لديهم مأوى ولديهم علاج، لأننا نعمل وفقا للقانون الإنساني الدولي، خلافا لحماس التي لا تقوم بسماح للرهائن أن يتوجهوا إلى صليب الأحمر، ولا تسمح للسكان في غزة مغادرة منازلهم، بل تقوم باستخدام المستشفيات وشبكات الأنفاق. طبعا حماس ردت على ذلك مرارا، وهذا يعني ليس مؤتمرا صحفيا كالمؤتمرات الصحفية التي تقوم بها يوميا، هذه مقابلة، لذلك سألتك مرارا أن تكون الإجابات قصيرة كي نتمكن من طرح العديد من الأسئلة. الآن هناك 1,400,000 أو 500,000 مواطن فلسطيني في رفح، البعض يتوقع منكم خطة واضحة لإجلائهم، هل ستضمنون ممرات آمنة لهؤلاء؟ يتحدث حتى بايدن عن خطة ذات صدقية وقابلة للتنفيذ. الجواب هو أننا إذا ما اخترنا أن نتصرف، وسوف نتصرف من أجل تدمير وتفكيك حماس، فسوف نفعل ذلك. ومنذ بداية هذه الحرب فعلنا كل ما هو بوسعنا من أجل أن نضمن أن حياة الغزاويين، هذا الشعب الفقير الذي استخدم من قبل حماس، سوف يكون له الخيار للانتقال إلى منطقة آمنة. نحن لا نود مقتل الأطفال والنساء الأبرياء في غزة، سوف نعمل كل ما هو بمقدورنا وفق للقانون الإنساني الدولي للحقول دون ذلك، وسوف نفعل نفس الشيء في رفح. لكن اسمح لي أن أعرض لكم مسألة ما كنت لم أطلع عليها أي شخص، أنه خلال 30 دقيقة من الآن سوف أقوم بكشف فيلم فيديو تصويري من عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، يمكنكم مشاهدته. هذا الفيلم سوف يظهر لكم كيف تقوم قيادات حماس بعينها، وكيف تقوم باستخدام الأنفاق، وكيف تقوم باستخدام السكان فوق الأرض، ولا يفكرون إلا بمسألة واحدة، ولا يفكرون هنا إلا بأنفسهم وبعائلاتهم وبأموالهم، ولا شيء سوى ذلك، يفكرون فقط بأنفسهم وأسرهم وأموالهم. يمكنك أن ترى بأم عينك بعد 30 دقيقة من الآن، وأتمنى أن يشاهد كل غزاوي ما الذي تفعله قيادات حماس ويحيى السنوار، لأنهم هؤلاء، تلك هي الفرقة التي تستخدم الناس ذرائع بشرية وتتربص بينهم. وجهة النظر هذه واضحة، وإذن العالم بناء على إعلانك سيكون على انتظار بعد 30 دقيقة لهذا الفيديو الذي ستعرضونه، يعني ما تدعي بأنه محاولات من قبل حماس لاستخدام السكان رهائن. قلتم بأن هناك فيديو ليحيى السنوار زعيم حماس في غزة، وهو داخل الأنفاق هو وزوجته وأطفال، لماذا لم تنشروه حتى الآن؟ سوف نقوم بعرضه، القيام بذلك الآن. ما الذي يمنعكم ما دام بحوزتكم؟ Because we are always asking ourselves. لأننا دائما نطرح على أنفسنا سؤالا، كيف لنا ألا نعطي أي ميزة للعدو يمكن أن يستفيد منها؟ ونحن ندرك منذ بداية هذه الحرب بأننا لم نكن لنحسب بأننا سوف نحارب في شبكات أنفاق، لكننا الآن نقوم بالتفتيش في كل مكان، نقوم بالتفتيش عن هؤلاء الإرهابيين القتلة المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر، وسوف نفعل كل شيء من أجل إطلاق سراح الرهائن. فلقد عقدنا هذا واضح. هل سيتم السماح للفلسطينيين بما يتعلق برمضان، ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، هل
سيتم السماح للفلسطينيين في رمضان بدخول المسجد الأقصى والصلاة فيه؟ كما تعلمون رمضان هو الشهر الفضيل وهو شهر مهم بالنسبة للإسرائيليين، ونحن نحترم هذا الشهر المبارك، ولابد لنا أن نسمح للديانات أن تكون بمنأى عن الحروب. وفي الضفة الغربية سوف نفعل كل ما بوسعنا من أجل السماح للناس أن يعيشوا رمضانا هادئا، ونحن نستطيع أن نفرق بين الإرهابيين وبين المدنيين الأبرياء الذين يبحثون عن رمضان هادئ. داخل غزة هناك فقط عنوان واحد لرمضان وهو حماس. الدخول من قبل عمال فلسطينيين إلى داخل إسرائيل من الضفة إلى إسرائيل، هل سيكون ممكنا؟ ما هي توصية الجيش في ذلك؟ لأنه أعداد كبيرة وقد يفجر ذلك الوضع في الضفة بشكل كبير. ما هي توصية الجيش؟ لابد لنا أن نتحقق من أننا نقدم العوامل الأمنية والتي تعزز السلام في منطقتنا، والآن معظم السكان بمقدورهم التنقل والعمل في شهر رمضان، وسوف نأخذ كافة الاعتبارات الأخرى والعمل على تقديمها، وسوف نضع هذا الموقف أمام الكابينت، ولطالما عكفنا على فعل ذلك، وسوف إننا ننظر لمحاربة الإرهاب، لكن بنفس الوقت نميز الإرهاب بين الأبرياء الذين هم يستحقون العيش. حاولنا فعل ذلك في غزة لكن الأمر كان صعبا، لأن حماس تقوم باحتجاز السكان دروعا بشرية، ولسوء الطالع كل مأساة تؤدي إلى فقدان أشخاص أبرياء، لكن هناك عنوان واحد فقط لذلك ألا وهو حماس. ألا تشعرون بأن الأداء السياسي كان مخطئا إلى حد بعيد، ما ورط الجنود والضباط الإسرائيليين في مقتلة في مهلكة في غزة بناء على طموحات سياسية ضيقة كما يقول البعض؟ كيف تشعر بهذا الصدد وأنت مقاتل أصلا في هذا الجيش ولست متحدثا باسمه فقط الآن؟ كيف تشعر على هذا الصعيد؟ في إسرائيل وعندما تم تأسيس هذه الدولة كنا لا نغوص كثيرا في المواضيع السياسية، نحن نركز على الحرب ونلتزم بقيمنا التي رسمناها لأنفسنا في جيش الدفاع الإسرائيلي، ونعمل وفقا للقانون الإنساني الدولي كما ذكرت أكثر من مرة، فكل عمل نقوم به يتطابق مع القانون الإنساني الدولي وقيمنا، لكننا لا نتحدث عن هذه السياسات. وأنا صح وأنت تعلم بأنني الناطق الرسمي الآن، أنا هذا دوري وأسعى لتقديم ما هو أفضل لبلادي، وهي مسألة مهمة بالنسبة لي سيد طاهر، لكن في سياق حديثي للعالم العربي من خلال قناتكم من الضروري أن يستمع الناس إلى ما أقوله، فنحن نبحث عن السلم وليس الحرب، لكن حماس هي التي اختارت هذه الحرب، هي التي أرادتها، هي التي اختارت أن تقوم بعمليات القتل الجماعي في 7 أكتوبر، حالها حال داعش. ما الذي يميزها؟ ولكن هناك أصوات غربية كثيرة قالت ناهيك عن العرب بأنه هذا أتى بعد احتلال، بغض النظر عن الموقف من حماس أو من غيرها من الفصائل الفلسطينية، أتى يعني بعد احتلال منذ عام 48 حتى الآن مع شعب لا يزال محتلا حتى في الأماكن التي لا توجد فيها حماس. نختم هذه المقابلة، كان معنا من مقر وزارة الدفاع في تل أبيب دانيال هجاري المتحدث. أود فقط أن أعلق على آخر نقطة أثرتها، اسمح لي، وأود هنا أود منك أن تأتي إلى إسرائيل لترى بأم عينيك. لو نظرت إلى الأماكن التي تشن فيها حماس ضرباتها
في 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 مناطق على محطات ينطلقوا من خلالها أكثر من 20,000 فلسطيني لأنهم يحصلون على رواتب مضاعفة. قامت إسرائيل بإدخال عشرين كان يدخل منه العمال، وهذا الذين كان يرون في عملهم هناك بصيص أمل، لكنهم لا يرغبون الفكرة. الأمل لا يرغبون، وصلت الفكرة. هذا لا يقارن بما يطمح إليه أي شعب حي مثل الفلسطينيين بدولتهم المستقلة، وهذا حقهم الشرعي الإنساني قبل أي شيء آخر. انتهى الوقت، انتهى الوقت وانتهت هذه المقابلة إذن من مقر وزارة الدفاع في تل أبيب. كان معنا دانيال هجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ويمكن أن نطلعكم أيضا على الآخر الأخبار.